الخير مشاهدينا مشاهدي قناه المحور في كل مكان، اهلا بيكم. يوم جديد وفقره جديده من فقراتنا الطبيه المتميزه وبرنامجكم الطبيب. خلونا نتفق ان احنا ما بنفكرش ان احنا نروح لدكتور السنان لما بنكون خلاص على اخرنا، يعني يكون مجبرين من الاخر كده ان احنا نروح لدكتور اسنان. الام فظيعه جدا بتصيب الناس اللي بيعانوا من مشاكل مختلفه في اسنانهم، سواء كان بيعانوا من مشاكل في اللثه او حتى بيكونوا نفسهم ان هم يجملوا من اسنانهم. خلينا بس يعني ايه نحط خطوط كتير جدا تحت كلمه الام الاسنان، عشان النهارده عنوان فقرتنا هتكون لا الام للاسنان يا نور. ضيوفنا النهارده هم علامتين مميزتين جدا جدا في عالم طب وتجميل وتقويم الاسنان، يعني هم اتنين اخوات. طبعا انتوا اكيد عرفتوا احنا بنتكلم على مين. الاتنين اخوات منورين جدا جدا في المجال ده، ليهم يعني خبره كبيره جدا جدا فيه، ودايما لما بيكونوا معانا كلامهم والحاجات اللي احنا بنسال يعني الاسئله والاجابات اللي بناخدها منهم بنستفيد بيها جدا، وكل المشاهدين اللي بيبعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك بيقولوا لنا برضو نفس الكلام، انه فعلا حلقه الاسنان دي يستفيدوا بيها كتير. اسمحوا لي الاول بس ارحب بضيوفنا صناع الابتسامه، ابتسامه هوليوود. اسمحوا لي ارحب باول ضيف فيهم، استاذ دكتور مصطفى مرتضى، استشاري علاج جذور وتركيبات الاسنان بجامعه القاهره، وحاصل على البورد الالماني في زراعه وتجميل الاسنان بجامعه برلين، وعضو الجمعيه الالمانيه في جراحه الوجه والفكين وتجميل الاسنان. اهلا بحضرتك يا دكتور مصطفى. وايضا هيكون معنا الاستاذ الدكتور احمد مرتضى، استشاري تقويم وتجميل الاسنان بجامعه القاهره، وزماله التقويم كليه الجراحين الملكيه جامعه برلين، وايضا عضو الجمعيه الالمانيه في جراحه الوجه والفكين وتجميل الاسنان. اهلا بحضرتك يا دكتور، منورنا. اهلا بيكم. ففي البدايه كده اول سؤال كنت عايزه اساله لحضرتك يا دكتور مصطفى، ويمكن السؤال ممكن يكون شخصي شويه، بتتصرفوا ازاي مع الناس اللي بيكون عندها فوبيا من دكتور الاسنان، او فوبيا ان هم بس مجرد ان هم حسوا بالم اسنانهم فبيبقوا قلقانين ومرعوبين ان هم يروحوا لدكتور الاسنان، خايفين من حقنه البنج، خايفين من حاجات كتير قوي، بتتصرفوا مع الناس دي ازاي؟ فعلا مريض فوبيا الاسنان بيكون المحرك الاساسي اللي يخليه ان هو يروح لطبيب الاسنان اللي هو الالم المش محتمل الغير محتمل، يعني ممكن يكون بقاله فتره طويله عمال ياخد مسكنات وبس هو عنده ده ارحم من ان انا اروح لطبيب الاسنان. وبنعرفه ان هو اول لما بيدخل عياده يقول لك انا عاوز يا ريت تعمل لي تخدير كلي وان انا انام واصحى والاقي اسناني كلها متظبطه. ايوه طبعا لما بنكشف عليه بنلاقي فيه جذور مكسره واسنان مخلوعه والتهابات في اللثه. مهم جدا مع مش عارف يعني تبدا مع المريض منين ولا منين. عشان كده هو قال لحضرتك انا عايز انام وحضرتك تشتغل في كله. فمهم جدا مع عيان فوبيا الاسنان ده ان احنا نقعد ونتكلم معاه، نعرف ايه سبب الفوبيا دي. بعضهم بيكون ليه سايكولوجيكال تروما، راح لطبيب اسنان قبل كده واتوجع جامد قوي، وده اللي خلاه ان هو ما يكملش، او ان هو سمع من حد قصه عن موضوع وجعه جامد. ده جهاز بنشرح بيه الاجهزه دلوقتي، هنشرح التطور اللي حصل عندنا والتكنولوجيا اللي حصلت واللي هي قللت عدد الزيارات منها. ده الجهاز ده جهاز علاج عصب بيخلينا ان علاج العصب يخلص في زياره واحده. جهاز كمبيوتر صغير مجرد ما بيوصل لنهايه جدر السنه بيسحب العصب، بعكس ايام زمان كان محتاج ان احنا عشان نعمل علاج عصب نروح 4 و5 زيارات. وكتير سمعنا عن عيانين او شفنا عيانين عمل جزء من علاج العصب ومرضاش ان هو يكمله، والسنه اللي انتهت في الاخر ان هي اتكسرت وان هو خلعها في الاخر. فطول ما انت بتشرحي للعيان الخطوات اللي هي بتتعمل والتكنولوجيا اللي احنا وصلنا ليها بيبتدي ياخد الثقه، وخصوصا لما يكون جاي بوجع ويشوف ان علاج العصب خلص في زياره واحده بيبتدي يطمن وبيدخل يقول لك انا يا ريت اعمل باقي الاسنان. فبنشرح له مثلا لو احنا عندنا جذور متكسره بنقدر ان احنا نخلع في نفس الزياره بنفس البنج، بنحط موضوع زراعه. لو الاسنان عندي بالكامل كلها مفقوده بنعمل اشعه مقطعيه ثلاثيه الابعاد، ومن خلالها بنعمل حاجه اسمها الدليل الجراحي اللي هي بتخلينا ندخل ونحط الزرعات في الاماكن اللي احنا عاوزينها بدون ما نحتاج ان احنا نعمل شق جراحي او غرز. ولو حب يعمل تجميل في الاسنان بنقدر ان احنا نعمل دلوقتي عن طريق الفينيرز تجميل الاسنان بدون ان انا ابرد اسناني وبدون ان انا الجا لابر البنك والحاجات دي كلها. تمام. دايما يا دكتور احمد مريض الاسنان دايما بيفكر في الطبيب ومهاره الطبيب وخبره الطبيب والاجهزه. انت بقى بالنسبه لك يعني بخبرتك وبخبره الناس كتير اللي حضرتك بتشوفها المرضى، في يعني مريض دايما ممكن بيدور على اجهزه بس وبعد كده الطبيب ولا العكس؟ احب اضيف على كلامك طبعا موضوع التعقيم. اولا التعقيم
ثاني حاجة مهارة وخبرة الطبيب بتكملها الأجهزة الحديثة. فطبعا ايه لازم خصوصا ان طبيب الاسنان ده بيعتبر ان هو فنان، يعني انت بتشكل كده لوحه قدامك بالزبط. لما بيكون حد عايز يعمل تجميل انت قلت الكلمه المهمه اللي هو طبيب الاسنان لازم يكون عنده تاكتايل سنسيشن او حس فني، طبعاً. ان هو في تجميل اسنان. فمثلا ايه لازمه الاشعه المقطعيه ثلاثيه الابعاد لو الطبيب مش عارف يوظفها كويس؟ ان هو يحط الخطه العلاجيه، لان الطبيب هو اللي بيحط الخطه العلاجيه مش الاجهزه هي اللي بتحط لنا الخطه العلاجيه. فوظيفه الاشعه المقطعيه ثلاثيه الابعاد ان الطبيب بيبدا انه ياخد منها البيانات ويحط الخطه العلاجيه المظبوطه ويوظفها بشكل سليم في عمليه زراعه الاسنان. وايه لازمه السوفت وير لو هو بس هيرص لنا الاسنان جنب بعضها؟ لازم الدكتور يحط الخطه العلاجيه ويقعد، يعني بقعد انا والدكتور مصطفى ونحط مع بعضين الخطه العلاجيه واجمل ابتسامه بتناسب شكل وش المريض. زي ما احنا شايفين في الصوره دلوقتي عندنا الاسنان بتكون مش مرصوصه بس جنب بعضها، ده هو ده التجميل. شايفه انت في الصوره اللي عندنا اللي هي كاتبين عليها رونج واي دي، رصين السوفت وير رص الاسنان بشكل، سيبنا الكمبيوتر يشتغل لوحده رصنا الاسنان بشكل تحسه فيج مش طبيعي. في حين ان احنا لما ضفنا الحس بتاع الطبيب الاسنان والدكتور مصطفى طلب من الكمبيوتر انه يرفع الاسنان الاماميه شويه وينزل السنه دي يلف السنه من الناحيه دي بقى شكلها طبيعي زي الايد الطبيعيه. لو الصوابع جنب بعضها بشكل طبيعي بتحسي العين مرتاحه ما فيش حاجه، ما بتحسيش حاجه غريبه. يمكن اول ما الفينيرز لما ظهر او طلع يمكن دي يعني مكتوب عليها رونج واي، دي الشكل الشائع اللي احنا كنا بنشوفه وناس بقت تستبعد عشان كتير تبص للواحد اسنانه بيضه وكده بس تحس انها مش طبيعيه، تحس انها صناعيه فيج. بعكس الاسنان الطبيعيه بتحس ان هي ليها شكل جميل، والفينير لما بتتحط بشكل طبيعي بالظبط بتحس ان هي حاجه طبيعيه. فدي اللي احنا بنتكلم عليه مهاره وخبره الطبيب مع الاجهزه بتكملها طبعا الاجهزه. وبرده حاجه كمان زي ما اتكلمنا على الاشعه المقطعيه ثلاثيه الابعاد والسوفت وير، موضوع علاج العصب الجهاز اللي اتكلم عليه دكتور مصطفى هو جهاز متطور جدا مش اي طبيب يقدر يستخدمه. لازم الطبيب يبقى عنده خبره في كام قناه عصبيه عند المريض، في اكسسوري كانال، ايه المحاليل الطبيه اللي محتاج اغسل بيها القنوات دي، مش مجرد ان ادخل بالجهاز وخلاص. فبرضه ملوش لازمه الجهاز الا لما يكون الطبيب عنده خبره في الموضوع ده، وايه الادويه اللي هديها للمريض، وهل خلاص نحشي العصب فورا ولا نستنى شويه لو في خراج لو في، وده بتبقى نسبه قليله جدا. جميل جدا. طيب حضرتك يا دكتور احمد دلوقتي ذكرت خطه العلاج انه حضرتك ودكتور مصطفى بتقعدوا تحطوها مع بعض مع كمان استخدام التكنولوجي. في بعض المرضى بيبقوا بيكي شويه فبيبقى عايز يتدخل كمان في خطه العلاج، هل ده مسموح بيه ولا لا؟ في فعلا مرضى بتعمل كده؟ بتطلع صح ولا يعني طبعا من واجبنا ان احنا كاطباء ان انت بتشارك المريض وان انت بتقولي له الخطه العلاجيه وايه الخطوات، لكن مش بنشركه في ان هو يحط الخطه العلاجيه. بعض المرضى بيجي وهو مقرر انا جاي عاوز اعمل ايه، وبنقعد نشرح ونتكلم معاه، مثلا يجي يقول انا عاوز اعمل تركيبه ثابته، وبنلاقي ان عدد الاسنان اللي هو هنعمل نسدد عليها التركيبه الثابته دي مثلا سنتين عشان تشيل خمس ضروس، نشرح له ان دي بتبقى قايمه على اسس علميه، عشان ان انا اسند على سنتين هي هتاخد السنتين بعد كده وتقع، فانا كده بضرك، فهيبقى بالانسب مثلا الحاله دي موضوع الزراعه. برضو بعض بيجي يقول لك انا عاوز اجي اعمل فينيرز، نشرح له ان انت فينيرز إن مع الالتهابات اللي عندك لو في التهابات في اللثه او جير كتير لازم نعالج الاول الالتهابات، لازم نعمل الاول تجميل في اللثه لو اللثه محتاجه تجميل، عشان اللثه دي هي برواز الابتسامه وناخد الشكل اللي احنا عاوزينه. بعضهم برضو يجي يقول لي انا عاوز اعمل زيركونيا، سنه زيركونيا، او اعمل فينيرز زيركونيا، او اعمل اي ماكس. فبقعد اشرح ليه ان عشان اعمل فينيرز زيركونيا مش هتديني الشكل الجميل، هيبقى ليها تشوكي وايت كده شبه لون الطباشير وهيبقى شكلها مش طبيعي. عشان ان انا اعمل تركيبه مثلا من اي ماكس لو انا عندي عدد من الاسنان كبير وهعمل بريدج كبير او تركيبه ثابته كبيره مش هتستحمل وهتتكسر. فكل مريض ليه الحاله والحاجه المناسبه ليها اللي اقدر اوظفها بالنسبه له. يعني هو بيبقى سامع عن التقنيات دي وحضرتك بتقعد يعني تشرح له ايه المواصفات التقنيه دي وايه مواصفات وايه الانسب لحالتك وايه المظبوط عشان نوصل للخطه والشكل والشكل المرضي في الاخر. جميل جدا. دكتور احمد احنا بقى عايزه حضرتك تكلمنا تفصيليا على تبييض الاسنان في العياده وتبييض الاسنان المنزلي زي ما بيقولوا، تفصيليا بقى يا دكتور. تمام.
لما هنتكلم على تبييض الأسنان، حصل تطور كبير زي ما احنا عارفين في الأجهزة في الفترة الأخيرة. فأجهزة تبييض الأسنان كانت الأول بتستخدم إضاءات معينة ليها حرارة جامدة بتعمل حساسية في الأسنان. كتير من الناس نسمع يقول لك أنا عملت تبييض في الأسنان، طلعت بأسناني قعدت شهرين سناني حساسية، أشرب مية ساقعة، أشرب مية سخنة، أحس بوجع شديد. التطور اللي حصل نوع الإضاءة اللي احنا بقينا نستخدمه بقت ليد. الليد ده ما بيطلعش حرارة نهائيا فما بيسببش حساسية في الأسنان، وبالإضافة إن شدة الإضاءة قوية بيقدر المريض يحصل بدل على 4 درجات من التبييض بقينا نقدر على 8 درجات وأكتر من كده عن طريق التبييض. التبييض برضو بيبدأ إن احنا بناخد للمريض لون الأسنان زي ما احنا شايفين في الصورة، بناخد لون الأسنان قبل ما نبدأ ولون الأسنان بعد ما نبدأ زي ما احنا شايفين. ده عملية تبييض للأسنان، ولكن التبييض دول قدرنا إن احنا نحصل له عن طريق إيه بقى؟ إنه أهم حاجة إن احنا نشيل الجير والصبغات الأول قبل عملية التبييض، لأن الماتيريال المستخدمة مش هتوصل لنسيج السنة وتفتت الروابط اللي جواها من غير ما ان احنا نعمل تبييض في الأسنان. جميل جدا دكتور، الصورة اللي احنا شايفينها دي كام جلسة عشان نوصل للشكل ده؟ دي في جلسة واحدة بنقدر نحصل على تبييض الأسنان. بنقعد 15 دقيقة في تبييض الأسنان، نقعد المريض على الكرسي، بنسلط الإضاءة، بنحط الجل. بعد ال 15 دقيقة بنوري له شكل أسنانه، لو المريض ساتيسفاي ومقتنع خلاص. طبعا 90% المرضى بيبقى مقتنع ببياض الأسنان، احتاج جلسة تانية 15 دقيقة بنقدر نوصل للتبييض ده حسب حالة المريض. وطبعا زي ما احنا اتكلمنا على التبييض بندي للمريض برضو إرشادات بعد موضوع التبييض دون عشان يحافظ على موضوع التبييض. طبعا ما بياكلش الأكلات اللي فيها ألوان زي الرز اللي فيه كركم أو أي أكل فيه كركم، ده بيصبغ الأسنان بشكل قوي جدا بعد التبييض، بالذات في الفتره الاولانيه بعد التبييض. المشروبات اللي هي بتلون اسنان، كتير مرضى يقول لك انا ما اقدرش استغنى عن كوبايه الشاي الصبح، عن فنجان القهوه. بنقدر نحن نقول له نزود كميه اللبن اللي فيها، ده لو مش قادر يستخدم او يستغنى عن القهوه والاكلات اللي فيها الوان، وطبعا يبتعد عن السجاير. بنزود له طيب درجه التفتيح للسنه شويه يا دكتور، المريض اللي هو ما بيقدرش يستغنى عن الشاي والقهوه احنا كده كده بنلبن بس كده هتدي برده غمقان. اثناء عمليه التبييض بنحاول نوصل لاعلى درجه بياض للاسنان، وبنطلب منه اللي هي الارشادات اللي بعدها. وموضوع برضو التبييض المنزلي، لو احنا عاوزين نتكلم على التبييض المنزلي، قبل ما نتكلم على التبييض المنزلي نسيت اقول لكم حاجه على الماتيريال المستخدمه في موضوع التبييض. الخامات المستخدمه في موضوع التبييض كتير برضو بنشوف دعايه واعلانات تتكلموا على تبييض الاسنان باي مستحضرات ما تكونش طبيه. دي بتسبب فعلا انها تبيض السنان في اول فتره، ولكن بتخربش طبقه المينا، فبيبدا الصبغات بتبدا تصبغ الاسنان بشكل اسهل من الاول، وتلاقي اسنانه اصفرت بعد فتره قليله نتيجه اللي هي سطح السنه بقى مخربش، فبقى يستقبل الصبغات والملونات بشكل اكبر. في حين الماتيريال اللي احنا بنستخدمها بتبقى ماتيريال طبيه، فساعتها بنقدر ان احنا نعمل التبييض بشكل امن بشكل اكاديمي. بتقدر تدخل الماتيريال دي جوه نسيج السنه، بتفتت الروابط اللي بتسبب عمليه تصبغ الاسنان. جميل جدا. زي ما حضرتك عارف ان في ناس كتير جدا بتعاني من مشاكل مختلفه ولون الاسنان ده بيفرق عندهم جدا، هل المريض يا دكتور ممكن لو هو مشي على كل الارشادات اللي حضرتك ذكرتها ويبتعد عن المواد الاكل اللي فيه مثلا الوان، يعني التنظيف ده او التبييض ده بيقعد قد ايه وبعد كده بيروح تاني؟ اقل حاجه بيقعد سنه. طبعا زي ما انت ذكرتي ان هو المريض كل ما التزم بالارشادات دي بيدوم معاه موضوع التبييض، بس ما بيدومش العمر كله. طبعا لو احنا عاوزين ان هو يدوم العمر كله بنعمل اللي هي الفينير القشره التجميليه اللي هي بدون برد في الاسنان. وبرده من غير قطع كلامك اللي هو القوالب او اللي هي التبييض المنزلي، بيجي المريض ناخد له مقاسات وبنبدا ان احنا نحضر القوالب الشفافه دي. بتفيد ناس كتير بالذات لو هو بعيد عن طبيب الاسنان بتاعه، مسافر ومحتاج ان هو يبيض في مناسبات معينه، بنديله الجل المعين مع القوالب الشفافه وبنعلمه ازاي يحط الجل جوه القوالب وبيقعد بيه عدد من الساعات معين بيبيض له اسنانه. تمام. طيب في مريض يا دكتور ممكن يجي لحضرتك يقول لك انا مثلا عايز اعمل فينيرز، بس انت تبقى شايف انه لا بلاش فينيرز، تعالى نعمل بليتشنج يبقى افضل، ان احنا نبيض السنان يبقى افضل لك، ولا طبعا بنقعد مع المريض ونشوف افضل حاجه ليه ايه. انا والدكتور مصطفى هنعمله تبييض، هنعمله فينير، ايه اللي متاح نقدر نعمله له، وبنشوف افضل حاجه معاه. طب
طيب هنروح بقى يا دكتور، لو احنا بقى اللون رجع تاني مثلا اصفر ويجي بقى المريض مقرر ان هو يعمل فينيرز، حضرتك هنا بتنصحه ان هو يكرر التبييض مره تانية ولا ممكن يتجه بقى للفينيرز لو هو يعني بياكل بعض المواد مثلا او مثلا بيشرب كافي كتير، حضرتك بتنصحه بايه هنا؟ طبعا لو انا عندي اللي بيشرب قهوه كتير او مدخن بيبقى الحل الامثل هو الفينيرز، او لو هو عاوز يوصل لدرجات من التبييض العاليه جدا بتبقى الفينيرز هي الحل الامثل يعني بتاعنا. هي ليها مثلا ماتيريالز معينه مثلا او ليها عمر افتراضي عشان كل برضو الساده المشاهدين بالنسبه للفينيرز؟ اللي هي العمر احنا بندي عليها، الشركه بتدي عليها ضمان مده 7 سنين يعني. ده هي بتعيش طبعا العمر كله لو حافظنا عليها. لكن هي ان هي ما بتتصبغش لا بالشاي ولا بالقهوه، وبتعيش ان شاء الله العمر كله طول ما احنا بنحافظ على نظافه الاسنان ونتابع طبيب الاسنان كل 6 شهور. طيب هو يعني الفينيرز الماتيريال بتاعتها نفسها يا دكتور ليها اكتر من نوع، ليها اكتر من طبعًا مسمى طبعًا ولا؟ طبعا في اسامي، في انواع كتير، وكل حاجه الانسب ليها. عشان كده احنا بنشوف يعني بعض على حسب المريض طبعا. وفي يعني برضو في ناس تشوفيهم تلاقيه وانت بوصليه تقولي له هو مركب، ده نتيجه مثلا هو راكب حاطط زركونيا. ما ينفعش ان احنا نعمل فينيرز من ماده الزركونيا لان ما بيبقاش فيها الشفافيه يعني والحياه، يعني الماتيريالز نفسها بتبقى رديئه. تمام اكيد طبعا. بتوصل بقى للشكل ده المريض صحيح. مثلا بيبقى شكله فيك شويه. جمال الاسنان مش ان انا اعمل حاجه بيضة على اسناني وخلاص وكده يبقى انا وصلت للجمال، لا، ان هو يبان ان شكله طبيعي ويبقى في شفافيه في العدسه طبعا. طيب دكتور مصطفى، زي ما في مريض بيكون عنده فوبيا من دكتور السنان، برضو بيبقى في مريض عنده فوبيا من التعقيم، فبيبقى اول حاجه بيسالها في باله كده هو رايح لدكتور السنان، يا ترى بيعقم كويس ولا لا؟ فايه هي مقاييس التعقيم الجيد يا دكتور، وازاي المريض يقدر يعرف انه الدكتور اللي عنده بيعقم يعني التولز بتاعته صح ولا مش متعقمه صح؟ المريض يقدر يعرف ده ازاي؟ يفرق بينها ازاي؟ تمام. هو دلوقتي الحمد لله نحب نطبق للناس ان موضوع التعقيم ما بقاش زي زمان. كان زمان ممكن نستخدم الفرن او يستخدموا غلايه عشان ان هو يتعقموا الادوات، بقى في جهاز الاوتوكلاف ده بيوصل لاعلى درجات حراره وضغط عالي اللي هو يقدر يقتل اي فيروس. طبعا عشان المريض يعرف او يطمن من مستوى التعقيم في اي عياده بيبان من الانطباع الاول من وانت داخل من باب العياده، من حيث نظافه مثلا الارضيات، ما يبقاش فيه موكيت او سجاد كتير، يفضل سيراميك او رخام. طبعا داخل عياده طبيب الاسنان في الكرسي بتتعامل معامله غرفه العمليات لان بيتم فيها خلع او زراعه. في تحضيرات طبعا بتبقى ما بين كل عيان والتاني، لازم كرسي السنان بترش بماده يونيسبتا، ماده مطهره، لان بيبقى في رذاذ ما بين كل عيان والتاني، واحنا بنشتغل بالكونترا في رذاذ ميه ممكن يجي على كرسي الاسنان، فلازم ان هو يتطهر بالكامل. في حاجات بتبقى ديسبوزبل ما بنستخدمهاش الا مره واحده، زي السكشن اللي بنشفط بيه الميه لبق العيان، الكوبايه، النابكن. السكشن بيكون بلاستيك شويه، بلاستيك، وبتترمي دي ما بين كل عيان والتاني. بنعمل رابنج ان احنا بنغلف جميع الاسطح اللي ايد الطبيب بتيجي عليها من زراير او النور. طبعا وجود مساعد بجانب الطبيب ده شيء اساسي، ان ما ينفعش الطبيب يكون هو شغال ويروح بنفس الجلافز يمسك او يفتح الدرج، لان هو ممكن ينقل اي فيروس من فم المريض للادوات لو كان المريض ده عنده اي فيروس. فالمساعد هو اللي بيقوم ان هو يفتح بالادراج او بيناول الطبيب الحاجات. عمليه التعقيم بتتم على كذا خطوه بالنسبه للادوات. اول حاجه هي بتدخل جهاز اسمه التراسونيك، وهو جهاز بيشيل اي رواسب على الادوات بتاعه الاسنان، بعدين بتتحط بمحاليل المطهره مده 20 دقيقه، بعدين بيتم غسل الادوات بفرشه معينه بحيث ان هي تشيل اي حاجه من عليها، بتتحط بعد كده في اكياس مخصصه لتعقيم الاسنان، وبتستخدم بره واحده، وبتدخل جهاز الاوتوكلاف وبتتعقم، وبيبقى عليها علامه مائيه على الكيس، مجرد ما بنخرجها بنشوف العلامه دي ان هي اتغيرت عشان نطمن ان تم التعقيم النهائي بالطريقه الصحيحه. جد يعني يا دكتور احمد ويا دكتور مصطفى، انتوا شرفتونا النهارده زي ما انتوا شايفين. اتكلمنا النهارده عن يعني بلاش المريض يوصل للنتيجه الاخيره في مرحله الالام، احنا النهارده اتكلمنا عن ان احنا ازاي نكون عندنا خبره ان احنا نروح دايما للدكتور، وكمان اتكلمنا عن ازاي ان احنا نعمل فينيرز، وعرفنا كمان ايه الفرق بين التبييض وبين الفينيرز. كل الكلام ده اتكلمناه مع ضيوفنا اللي كانوا منورينا، الاستاذ الدكتور مصطفى مرتضى، استشاري علاج جذور وتركيبات الاسنان، وايضا وحاصل على البورد الالماني في زراعه وتجميل الاسنان جامعه برلين، وعضو الجمعيه الالمانيه في جراحه الوجه والفكين وتجميل الاسنان.
ايضا كمان كان ضيفنا النهارده استاذ دكتور احمد مرتضى، استشاري تقويم وتجميل الاسنان جامعه القاهره، وحاصل على زماله التقويم كليه الجراحين الملكيه جامعه برلين، وعضو الجمعيه الالمانيه في جراحه الوجه والفكين وتجميل الاسنان. بشكر حضراتكم جدا على تشريفكم لينا، بجد كانت حلقه مفيده جدا، وخصوصا للناس اللي كان او الناس اللي بتعاني من فوبيا دكاتره الاسنان. بشكركم جدا. شكرا جدا. مشاهدينا انتظرونا فقرات مفيده ومميزه دايما من برنامجكم للطبيب.